الو، ايوه يا سعاد، انتوا مش بتردوا ليه؟ انا فوق العشر مرات بحاول اتصل بيكم. بتقولي ايه؟ هي جت من المدرسه دخلت نامت دغري، وبعدين لما صحيت لقيت جتتها مولعه نار. طلبت الدكتور العيله، قال عندها انفلونزا حاده، وانا دلوقتي بعمل لها كمادات ميه ساقعه تنزل الحراره. وازاي ما بلغتنيش حاجه زي كده؟ كان لازم تبلغيني على طول. مامتها عرفت؟ حاولت اتصل بيها اكتر من مره لكن الموبايل بتاعها مقفول. تجيبي اللوجي دكتور، اتنين تلاته ان شاء الله عشره. لازم الحراره تنزل باي طريقه. لو لازم الامر دخلوها المستشفى. طيب يا سعاد انا هتصرف. مع السلامه. ايوه نظمي، عاوزك تحجز لي على اول طياره مسافره بيروت النهارده باي طريقه، لازم اكون هناك. ما تتصرف يا نظمي يا اخي، ان شاء الله تاجر لي برايفت جيت يا اخي. الو، ايوه يا سعاد، لوجي عامله ايه دلوقتي؟ طب حرارتها بقت كام؟ طمن يا دكتور، حرارتها نزلت ل 38 وان شاء الله بتكون بألف خير على اخر النهار. هي بس تاخد الادويه اللي كتبت لها عليها وترتاح يومين. يعني مش محتاجه تروح المستشفى؟ لا، العمليه مش مستاهله للمستشفى، ان شاء الله هي بس تلتزم بمواعيد الدواء وبكون بألف خير. ميرسي دكتور. يا اهلا. ألف بعد الشر عليك يا حبيبتي. أنا لو كنت أعرف إن حضرتك هتسيب كل حاجة في مصر وتيجي تشوفني، أنا كنت عيت من زمان. يا حبيبتي بعد الشر عليكي من العيط. ما تسيبنيش يا بابي وتسافر مصر، أصل حضرتك بتوحشني قوي، كمان أنا بقعد بالليل وما بيجيليش نوم. يا حبيبتي أنا من النهاردة مش هسيبك خالص، مش هسيبك خالص، وطول ما بابي جنبك ما تخافيش من أي حاجة في الدنيا.